إشكالية التغذية إشكالية مهمة على الصعيد الدولي وخاصة في الظروف التغيرات المناخية، بحيث أن جميع الدول اليوم كتبحث على طرق إنتاج التغذية بطريقة مستدامة. بين سلاسل الإنتاج اللي كتوفر يعني هذا المعطى هذا، ونجد هناك تربية الأحياء المائية بصفة عامة وتربية الأحياء المائية في المياه القارية. هاد السلسلة بطبيعة الحال عندها مؤهلات وعندها واحد القدرة باش تنتج تغذية بدون ما تكون هناك نقص في الموارد، وبالتالي كان لازم بلادنا باش تنخرط في هذا التحول المهم على الصعيد الدولي. واليوم يعني بمشاركة مع منظمة الفاو، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قامت بإنجاز واحد النموذج جديد لتربية الأحياء المائية في بلادنا. بطبيعة الحال هذا يعني يمكننا باش نوفروا يعني التغذية بلادنا في السنين القادمة. هذا اللقاء كذلك كيندرج في إطار الاجتماع الوطني للصيد بالمياه القارية، ولقاء سنوي اللي كيمكننا باش نوقفوا على جميع المنجزات وجميع التدابير اللي كتمكننا باش ندبروا هذا المرور الطبيعي وهذا الانتاج تاع النظم الطبيعية لبلادنا في احسن الظروف. هذا اللقاء اليوم عرف يعني تقديم واحد مجموعه من المشاريع، واحد جيل جديد من المشاريع اللي عندها علاقه بتنميه الصيد وتربيه الاحياء المائيه، حيث انه هذه المشاريع تتخص بالاساس الى تنميه الاوساط المائيه والحفاظ على التنوع البيولوجي عن طريق عمليه الاستزراع. وبالتالي كانت هناك يعني برامج اللي تتخص عصرنه محطات تربيه الاسماك وجعلها يعني متأقلمة مع الإكراهات ديال التغيرات المناخية. هناك كذلك مجموعة من المشاريع اللي تتخص اللي عندها أبعاد اجتماعية وكذلك اقتصادية، خاصة اللي تتخص المناطق القروية عن طريق يعني دعم المقاولات أو الدعم المقاولات خاصة للشباب في المنتزهات الطبيعية عن طريق يعني تنمية السياحة البيئية، وكذلك مشاريع اللي عندها علاقة بتثمين الموارد السمكية الخاصة للساكنات المحلية في الأوساط المائية.